تحت الرعاية السامية ديال صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وزارة ديال الصناعة والتجارة مع الجمعية ديال المصدرين المغاربة كتنظم واحد المنتدى جد مهم بالنسبة لبلادنا وجد مهم بالنسبة للسياسة ديال صاحب الجلالة والتوجهات ديال صاحب الجلالة اللي ماشية نحو إفريقيا ونحو الاستثمار في إفريقيا. هذا المنتدى الأول ديال الأعمال هو غادي يكون واحد الفاتحة ديال العمل على مستوى الإفريقي، كما تقال في الجلسة الافتتاحية رقم المعاملات ديال التبادل التجاري ما بين الدول الإفريقية فقط يمثل 15%، في حين أن تكتلات إقليمية وتكتلات جهوية اقتصادية عندها أكثر من 60%. اليوم الحضور ديال 12 دولة إفريقية برهان على الاهتمام بهذا التبادل الحر ما بين الدول الإفريقية، وكذلك كل ما قيل في الجلسة الافتتاحية كيعطي واحد الانطباع باللي إن شاء الله هتكون إقلاعة جديدة. السوق الإفريقية مهمة جدا بالنسبة لبلادنا، مهمة جدا بالنسبة للمصدرين المغاربة. السوق الإفريقية فيها 1.3 مليار نسمة، في حين أنه كل اتفاقيات ديال التبادل الحر اللي دارها المغرب اللي فيها أكثر من 100 فيها 2.6 مليار، بمعنى إفريقيا في السوق الإفريقية تمثل نصف السوق، نصف الناس اللي كيستهلكوا لو مارشي ديال لي كونسوماتور او نيفو دو لافريك. بغيت ناكد لكم بانه الوزاره ديال التجاره والصناعه مع الجمعيه ديال المصدرين ان شاء الله غادي نشتغلوا في المستقبل باش يكون التوجه ديالنا افريقي زيادة على الدول اللي عندنا معها كذلك اتفاقيات ديال التبادل الحر في أوروبا وفي أمريكا وفي الدول العربية، على أساس أننا نحاول أننا نخلق واحد الجسر ما بين المملكة المغربية والدول الإفريقية والاتفاقيات الأخرى اللي عند بلادنا. كما كتعرفوا الجزء الثاني من عمر الحكومة هو موجه خاصة لواحد الورش كبير اللي هو التشغيل، من كنشجعوا المصدرين، من كنشجعوا التصدير، من كنخلقوا اسواق جديده، كنخلقوا مناصب شغل جديده، وهذا هو اللي كيهم المغاربه وهذا هو اللي كيهم المواطنين، انه بفضل مثل هذه المبادرات كنوفروا مناصب شغل جديده وكنشجعوا المصدر. والسياسه ان شاء الله ديال بلادنا كما كانت وكما بغاها صاحب الجلاله غتكون من اجل تشجيع المصدرين المغاربه والصناعه المغربيه. اليوم كنعقدوا النسخه الاولى من المؤتمر الافريقي حول التجاره الافريقيه، لهذا المغرب دائما كان رائد في هذا الميدان، واليوم الملتقى الهدف ديالو هو التكلم والحديث عن المزايا ديال الاتفاقيه وكذلك الاجراءات التي يجب اتخاذها من اجل تفعيل احسن لهذه التجارة حتى تكون تعود بالنفع على الجميع. اليوم شاركت في هذا اللقاء حوالي 12 دولة إفريقية، جميع الشركاء ديالنا، حضور كذلك دول أخرى كالمنظمة العالمية للتجارة، كذلك أبناك الفريكزين بانك، وكذلك البنك الإفريقي للتنمية. كل هذا يصب في إطار يعني تحفيز القطاع الخاص للولوج إلى السوق الإفريقية الكبيرة. هذه السوق هذه اللي كتضم اليوم أكثر من 1.3 مليار مستهلك، وهذا السوق يعني كبيرة، والمغرب دائما كان رائد في هذا الميدان وكيشتغل وكيعمل على أساس الدفع بالقطاع الخاص المغربي للدخول إلى هذه السوق الواعدة إن شاء الله.